I'm
شماوة وورم روحة خدشة العالمين تشبحت لالها بمرومي تشبحت لالها بمرومي تشبحت لالها بمرومي على العيش لما صورة طاولة ولينا شاء قل عدى للعالمين قداش مافقيت ملكوتا قديش قديش قديشا قاون وشميا لمليل شميا ورعا رب الشحار حيرا وناشا قاعلا قديش قديش قديشا قاون وشميا نقداش مافقيت ملكوتا نهو يسو يا نغيك النبش ميا أبرع أولى الأحمد سبحان اليوم أنا وشوق لان حوبين وحطاري هيك النقاب احنا شغلا حيوي لا تعالى النسيون إلا بصا من بيشا مطو دينا خي ملكوتا عيلة وتشبه العالم عالمي آمين شو حال أهو ولورا والروح أفقدشا من عالم عدم من عالم آمين وآمين أهو انبش ميان القداش ما قدي ملكوثا قديش قديش قديشا أهو انبش ميان دم ليل شميا ورعا رب الشحى حيرا وناشا أعلى قديش قديشا صلى
والطيب وزغدل والقنسان حيا وينا حيا وينا لو نسكت وشبع خل عدا مرفو للعالمين Yeah.
الأوان حياوينا حياوينا ونسجد ونشبع كل عدا مرفوع للعالمين Shut up.
الطاري رايت من نحمان الطغرين والتباروق الطاوت نوشاثا والنطران من الحي والأخبار حياوينا حياوينا اثبت وانشبر فالعدى المورة خوب للعلمين آمين. أم مريم أردت لك من يمين عمين كل ريش شمشان حينا وذكر ما علي استلمت شبعت لشمية إيشا فاروقت كلها حدي بسولة في الملاخ والجنسة وليلة شا مطول دم نمر يمشي حالي شي تدغنسة عالم عالمي شو حدا وولورا ولروحة قدش العلمين كلهم ريش وشمش وطالي وحيلة وثورة وما عليه استلق تشبع تالش مياني شوفا روحت كلها حد السولة بالملاخر والمجادة مين أشاء مرطو الأملق مريم شيحة بشيثة المنسى على معاليس لم رحمن وثخمارا وعلى لم قيلوثا صويانا ودع لهم حياوينا حياوينا نسكت ونشبع فالعدى المرض خود أو وورو روح قد شرع المير آمين فريا قريثا خات عني صد من لا يقبل أصلد مريا قريثا خات عني صد من لا يقبل وضعك عطر قدامي قربانا دي ذا قربان برمشا من مريانا لا تصل من ملفا بشتا بدواد دعونا عن دوري رشي حلا اتملا عنهم زدي فونكسا مش حد رشي عريش لا مبين كنت اسطط على بيشتهم بتكلي بيد الخيبة دياميهم العيد والسيما أقصد تصار يا أرعاد بدر قرمين عالكم هذا الشيوط إن الواثق مريا هاريب عينا عليك التقلت لا تجدلنا لطاريني للشوراني أطمار لي بحي نقل عوالي أخذاب مصيدة فور وصال الغام وحاول طرفت روحت يا ذوات شويلة برحت الخطط مالي بحي عرض يمينا وعزم لتحاكم لي قوة مين من دعنا ولدته وعلنا وصعيت الوات أغمري وأمري دلت صغار ومنبر عد حي من راضو في مطل دعش امي طبقناوش من بتخش يد او دي لشما لينسى كل زديقي كالتبرعا لغيم الثرى لنورا لشويلا في مدوش البطر دين الزديق وذا كثرة الرائد مريا احانا ملثا فلله القمصي مريا من دينك الليبي سلي حطايك وحي من بقدانك وصير كساد ودار مقدوسة ما يدلي قد اللي ادعب البقدان العالم بشرارة وفاح المريا كل خل عمي شبحاي كل هن مواثرة اجناثة ونطيبوتي شاري رايك مريا والعالم ولولا روحك من عالم وعدم العالم من وامين
أتاني يصف من لا يقبل صوتي صلي شمع صوتت عودك بحنان وقبل بعوث الساغودك بم رحمن وثق حول الحطة يوسن الطيب وثق بم رحمك اسيا طغري صورة طاود نوشات فلع دن مارد خول هوا غور وروح قد شل آمين آمين نعب شمية وثو صعد وصول وحدة كيشش دوس وعدا دوس وعدا كيشش ميا علي دو تشبعت عيد علي دا روما مريا ويوم الكهرباء وطارق كلها العلمين شو حلاوة ولو راول روح القدشة دوس وعدا وكنشش مياني لو تشبع تعيد علي لامر وما مريا هو يوم الكهرباء وطارق ادخلهم علمي قوم شتير كلها لقشيا وفي قوزر نعون امار مرا نفرح ما عليه باعينا منا ما نفرح ما علي
عيدنا صميم موتك حطايا إلا دنتو من عولي ونحي باعين منا مشتبه ورعام صغير باعين منا مار الافراح ما عليه مار وسول عقيق قديشا حدي للعرب صعل شميا باعين منا يا نايف إيف لا ما يثوثا عمر بن راقايا باعين منا نارا نفراح ما عليه طرق أدخل ابني ناشا يبتي رايب دين دم هاي من بيت باعين منا ما نفرح ما عليه وقل خلال نمشي حمارا للطيب وثا وزقع ما انشينا واشلام وفرح ما عليه ما نفرح ما عليه لو شفان ودحذذي لو لو روى روح القل شان لا أخمر يا ألا لا أخمر يا لا حيثان مع غلينا طغرينا وشاتا من أخبارا ولا هان شانينا شقانة حب بحطاهن أولا الطيب وثو رحمة ودمعا رفع دمع رفخون أولا ورو روح القل شان آمين آمين من آرم طلق شبع كل عمالا لا حيا قديشا آلها شال آمين
Yeah.
والتفار قد نوشى الشوحى لهم لورا والروح قدشى من عالم وعدم من عالم آمين وامين. لا خمارا خلا مودينا لا خيشا شيعا شبحينا دبتم لحمان الطهرين والتفار قد نوشى والتبان قد طاوت دوشاتا ومنطرانا من الحي الاخضر حياوينا حياوينا اثبت وشبع كل عدا وارق كل العلمين ومن اغلب قلق وشبع كل عمال لا حيا قديشا قديشا حلفا قديش على ما يغثى وصراح ما علي شوحى له لورا والروح القدشى قديش على قديش حسنا قديش على ما يغثى وصراح ما علي من عالم ودم العالم قديشا لا قديشا حلسانا قديشا لما يؤذى أسرى عم عليه نظر إليك يا القدوس المجيد والقوي الذي لا يموت يا من يسر بالسكنى في القديسين التفت يا رب ارحمنا كما ترحم كل حين يا رب الكل الاب والابن والروح القدس الى الابد ان العقولنا يا ربنا والهنا لننصت الى كلماتك ونفهم وصاياك المحيه والالهيه وهب لنا بنعمتك النجي منها المحبه والرجاء والخلاص لنفوسنا واجسادنا فنرنم لك المجد يا رب الكل الاب والابن والروح القدس الى الابد انصتوا إلى سفر أعمال الرسل بارك ماهو بارك الله رب الكل الذي أهبنا حكمة في تعليم المقدس فليأخذ رحمته على القارئ وعلى السامعين وكل حين إلى الأبد ألفت كتاب الأول يا توفيلوس في جميع ما عمل يسوع معلما منذ بدء رسالته إلى اليوم الذي رفع فيه إلى السماء بعدما ألقى وصاياه بدافع من الروح القدس إلى الرسل الذين اختارهم وأظهر لهم نفسه حيا بعد آلامه بكثير من الأدلة إذ ترى لهم مدة 40 يوما وكلمهم على ملكوت الله وبينما هو مجتمع بهم أوصاهم ألا يغادروا أورشليم بل ينتظر فيها ما وعد به الآب وسمعتموه مني ذلك بأن يوحنا قد عمد بالماء وأما أنتم ففي الروح القدس تعمدون بعد أيام كثيرة كانوا إذ مجتمعين فسألوه يا رب أفي هذا الزمن تعيد الملك إلى إسرائيل فقال لهم ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي حددها الآب بذات سلطانه ولكن الروح القدس ينزل عليكم فتنالون قدرة وتكونوا لي شهودا في أورشليم وكل اليهودية والسامرة حتى أقاصي الأرض ولما قال ذلك رفع بمرأة منهم ثم حجبه غمام عن أبصارهم وبينما عيونهم شاخصة إلى السماء وهو ذايب إذا رجلان قد مثلا لهم في ثياب بيض وقال أيها الجليليون ما لكم قائمين تنظرون إلى السماء فيسوع هذا الذي رفع عنكم إلى السماء
سيأتي كما رأيتموه ذاهبا إلى السماء. فرجعوا إلى أورشليم من الجبل الذي يقال له جبل الزيتون، وهو قريب من أورشليم على مسيرة سبت منها. ولما وصلوا إليها صعدوا إلى العلية التي كانوا يقيمون فيها، وهم بطرس ويوحنا ويعقوب وأندراوس وفيلبس وتوما وبطرماوس ومتى ويعقوب بن حلفة وسمعان الغيور فيهوذا بن يعقوب، وكانوا يواظبون جميعا على الصلاة بقلب واحد مع بعض النسوة ومريم أم يسوع ومع إخوته بارخمان. أم صوت الشوائي سليق لها بشوحة مريم قال لنقرن لسولا إذا مجي حان يغرب بزمي هذه الوصية يا ابني تيماثوس على حسب النبوات التي سبقت في حقك لكي نتجد بها التجند الحسن بالإيمان والضمير الصالح، فإن الذين نبذوا هذه عنهم قد تعطلوا من الإيمان. فأسألك قبل كل شيء أن تقدموا تضرعا إلى الله وصلاة وتوسلا وشكرا من أجل الناس ومن أجل ملوكي والعظماء لنقضي حياة مطمئنة ذات دعة في كل خوف وطهارة. فإن هذا حسن ومقبول لدى الله مخلصنا الذي يريد جميع الناس يخلصون ويرجعون إلى معرفة الحق، لأن الله واحد والوسيط بين الله والناس واحد، هو المسيح يسوع المسيح الذي بذل نفسه عن جميع. والنعم والسلام مع جميعكم يا أخوتي. آمين. هللويا.
وشني مش معيش ميت حيلة ألام المطشق على هيد إسرائيل ونت الحيلة وشن العم بريخو على المسيح ويقوم من بين الأموات في اليوم الثالث
ويكرز باسمه بالتوبة لمغفرة الخطايا في جميع الأمم، والابتداء يكون من أورشليم. وأنتم هم الشهود لهذه، وأنا أرسل إليكم موعد أبي، فامكثوا أنتم في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من العلاء. ثم أخرجهم إلى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم، وفيما هو يباركهم انفرد عنهم وصعد إلى السماء. أما هم فسجدوا له ورجعوا إلى أورشليم بفرح عظيم، وكانوا كل حين في الهيكل يسبحون الله ويباركونه. آمين. وشوحا لا لها دايم موسى، بسم الأب والابن والروح القدس، الإله واحد، آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح، محبة الله الآب، وشركة الروح القدس تكون معكم أخوتي أخوات المباركين اللي اليوم أنتم شاركين ويانا في هذه الذبيحة الإلهية. نرفع صلاتنا قبل كل شيء من أجل كنيستنا، كنيسة الجامعة بكل مكان، وبالأخص كنيستنا الكلدانية، على هاي الظروف اللي جت عليها وهاي الهجمات من الناس ضعفاء النفس يتهمون كنيستنا برئاستها البطريرك أو أساقفتنا أو كهنتنا أو شماميستنا. فنصلي من أجلهم، من أجل كنيستنا ومن أجلكم. اليوم اليوم عيد الصعود، عيد صعود ربنا يسوع المسيح إلى السماء. اليوم نتكلم من هذا خلال النصوص اللي شفناها بالآحاد، زمن القيامة المباركة. فعندنا أولا ظهورات يسوع، بعدين القيامة. ظهور يسوع الأخير لتلاميذه قبل صعوده إلى السماء، لوقا اليوم انطانا كل الأسابيع اللي مضت كانت تقريبا كلها من أناجيل يوحنا للبشير يوحنا. اليوم خصصنا لوقا هاي الرواية اللي انطانا إياها، صعود يسوع واللقاء أو ظهور يسوع مع التلاميذ وأخذهم إلى خارج أورشليم، ومن أورشليم صعد يسوع إلى السماء. يعطينا لوقا أيضا ظهور هذا النص يجي بعد ظهور يسوع لتلميذي عماوس عندما كان ذاهبا إلى قريتهم، وحدث الصعود. فإذا بين حدث الصعود وتلميذي عماوس ينطينا لوقا هذا النص. نشوف من خلال هذا النص أوجه شبه كثيرة مع رواية عماوس، مع قصة تلميذي عماوس. نقطة كلش أساسية من ناحية اللاهوتية هي الطعام، الخبز المكسور لما انكسر قدامهم عرفوا أنه هو يسوع، والسمك اللي أعطاهم في العلية لما سالم يسوع عندكم شيء يؤكل؟ قالوا إيه، وأعطاله سمك وعسل. فإذا كلاهما يرمزان إلى سر الأفخارستية، الذبيحة الإلهية في العهد الجديد، وشرح هاي الأحداث في ضوء الكتاب المقدس. الأفخارستية والكتاب المقدس هما الوسيلتان الضروريتان للمؤمن حتى يوصل إلى معرفة حقيقة يسوع المسيح، ويلمس حضوره، يلمس حضور يسوع الفعلي في الشخصي أو إذا كان في الجماعة، ويفهم الأحداث. لأنه يسوع مع تلميذه عماوس بدأ يشرح لهم من الكتب والأنبياء، يلا وبعدهم بعد قلوبهم كانت قاسية وما فهموا يسوع، إلى أن كسر الخبز، إلى وصلت إلى الذبيحة الإلهية. فإذا يسوع بدأ تعليم بعد أن كسرت الخبز، يرمز هذا أن سر الأفخارستية المقدس، يرمز بمعنى القداس الإلهي. ما ناس تجي متأخر بأثناء قراءة الإنجيل أو بعد قراءة الإنجيل يجون يقفون يتناولون، غلط. القداس كامل
يجي من بداية القداس إلى نهاية القداس، ولا إنسان يتناول القربان المقدس ورأسا يطلع. هذه خطيئة. إذا يأخذ قربان بعد حلقه القربان ويطلع تعتبر خطيئة، تعتبر خيانة العهد مع يسوع، لأنه هذا الشخص يمثل يهودا الإسخريوطي، لأنه تناول وذهب اشتكى على يسوع. فلازم القداس الكامل يبدي من باسم الآب وتشبحته لا لهب رومي إلى البركة الختامية. هذا هو القداس الفعلي، هذا هو يسوع. بدأ مع تلميذ عماس يشرح له الكتب ابتداء من العهد القديم والأنبياء، وهذا ما نشوفه احنا بالقراءات مالتنا. يقرون أولا العهد القديم، بعدين يقرون رسائل مرقولوس، بعدين يجي الإنجيل، بعدين ماذا قال الكتاب، ماذا قال يسوع، كان يعلمه. فإذا أكو قراءة الإنجيل، بعدها يأتي التعليم، التعليم هي الموعظة، بعدين يجي كسرة الخبز اللي هي الأفخارستية. هاي نقاط أساسية حتى نفهم إحنا القداس مالتنا. القداس مو تمثيلية ولا مسرحية، القداس هو حضور فعلي لجسد ودم يسوع المسيح، الحضور الكامل ليسوع المسيح في الذبيحة الإلهية. لازم هم إحنا نكون حاضرين بخشوع أمام الملك السماوي. وبينما هما يتكلمان وقف يسوع في وسطهم وقال السلام لكم أو السلام معكم. هي عطية، هي قوة القائم من بين الأموات. الأولى لما قال السلام معكم، بعدين قال مرة ثانية السلام معكم، القائم من بعد ألم وعذاب كثير قاساه على يد الإنسان، على يد البشرية. يسوع قاس هذا الآلام من عندنا، بينما كان بإمكانه يسوع لما قام من بين الأموات وظهر في وسط التلاميذ كان يصيح بطرس، بطرس تعال أنت نكربني 3 مرات، تلاميذ أنتوا كلكم هربتوا، كان يقدر يحاسبهم. بس بسلام يسوع أعطاهم المحبة الأخوية. هاي هي يسوع يريدها من عدنا اليوم. خلنا نتعلم هاي الدروس. نقرأ احنا كتاب المقدس بس ما نفهمه. إذا واحد من عدنا الواقع اللي دا نعيشه اليوم احنا، إذا واحد غلط، إذا احنا كمجموعة، كمجموعة الشمامسة مشكورين اليوم حاضرين، أو جوقة أو أخوية أو أي مجموعة، إذا نكون نعمل مع بعض، واحد يطلع ويخون والكل تعوفه وتنهزم، بعدين بس يظهر هذا الشخص يبدي الانتقام. هاي هي طبيعة الإنسانية. يسوع ما يعلمنا هذا الانتقام، يسوع يعلمنا المحبة. بالرغم من هذا والتلاميذ لا زالوا يخافون، لأنهم يرون كأنهم يشوفون يسوع، كأنهم يشوفون شبح أو مثل خوف أو خيال، ما مصدقين عيونهم. يسوع قال السلام معكم، لا تخافوا، أنا هو، جسوني شوفوني. ها هي آثار المسامير. شوفوا رجلي، شوفوا جنبي، كل يسوع ده يشرح لهم حتى ينزع الخوف من عندهم. اليوم احنا محتاجين هذا السلام حتى نعيش في داخلنا. اخوتي هذا السلام مفقود بالرغم من الظروف الصعبة اللي احنا ده نعيشها بظروف كورونا. لا زال الحقد مسيطر على عيوننا، كأنه ده ننتظر تنفتح كل شيء حتى نروح ننتقم، ما نروح نعيش بمحبة، ما نروح نعيش بسلام. يسوع يقول لنا لا، السلام الحقيقي اللي يعطينا إياه. فالقيامة الحقيقية يكتشفها، القيامة هو شيء شخصي، ما هو شيء جماعي، هو شيء شخصي. القيامة لما تكتشف أنت يسوع قام من بين الأموات، راح تعيش بسلام وراح تعيش بمحبة. إذا ما عشت القيامة مع يسوع شخصياً، فقيامة يسوع لا تزال عندك أنت، ميت يسوع مقائم. لازم تعيش هاي القيامة، لازم تبدل، لازم تغير من حياتك. إذا ما عشت هذا التغيير في حياتك، يسوع تغير من كان إنسان قبل الصلب والموت، كان يشوفون التلاميذ وعامة الشعب كلهم كانوا يشوفونه، بس بعد قيامة يسوع كان ظهورات يسوع فقط للتلاميذ حتى يثبتهم، يقويهم حتى يستلمون الرسالة وينطلقون بها. ها هي رسالة المسيحي. ما حد ما كان يشوف يسوع، ولا نص من نصوص الأناجيل أو كتاب المقدس
ذكر يسوع أنه ظهر للمرأة أو ظهر للخاطئة أو ظهر للفريسي أو ظهر للعشار أو ظهر ما ظهر، فقط للتلاميذ حتى يثبتهم ويقوي عزيمتهم. اليوم احنا نعيش هاي الظهورات مع يسوع ام لا؟ فاذا احنا ما نعيشها هاي الظهورات، ما نعيش قيامة يسوع، لازلنا احنا في الظلام، لازلنا نحن في الخطيئة، لازلنا نحن تحت ثقل الخطيئة والعالم والمجتمع. اخوتي نقطة اخرى حبيت اذكرها اليوم بمناسبة عيد صعود ربنا يسوع المسيح، بعد 50 يوم صعود يسوع، 40 يوم بعدين يجي عيد حلول الروح القدس، يتم يسوع رسالته على الأرض، خلصها رسالة يسوع، سلمها الأمانة للتلاميذ والتلاميذ سلموها لنا. ترك مثل ما بالأول ترك المجد السماوي وتجسد بقوة الروح القدس في أحشاء أمنا مريم العذراء. اليوم يسوع يعود مرة ثانية إلى المجد الذي كان له منذ البدء، يترك الأرض يعود إلى السماء، يجلس عن يمين الله الآب حاملا معه هذا التغيير الجذري. حملنا كلنا معه حمل الإنسان عندما وقف يسوع وقال أنا عطشان، منه راح عند يسوع كان عطشان، حمله معه عند الآب السماوي. والإنسان اللي ما راح عند يسوع راح يبقى كل عمره عطشان، ما راح يرتوي إلا بنعمة يسوع. الصعود هو الصمود للأعضاء الذين آمنوا بقيامة يسوع. لازم نعيش ماذا قالت الرسالة من العهد القديم اللي قراها شماس جورج، قال أيها الرجال الجليليون ما بالكم واقفون تنظرون إلى السماء، لأن يسوع صعد، قال باوع أنت قدامك الأرض، أرض عيش على هاي الأرض، كم الرسالة اللي سلمها لك يسوع. اليوم أخوتي يا ترى هل احنا نكمل هاي الرسالة أم لازلنا في الظلام؟ لازلنا الحقد مسيطر علينا، لازالت الكراهية مسيطرة علينا. كان إنانا ينبغي علينا الخروج من هذا الظلام إلى نور القيامة حتى يظهر المسيح. بعد صعوده ينبغي على المسيحيين أن يعيشوا دائما في شركة، يعني في جماعة، في وحدة، كونوا واحدا كما أنا والآب واحد. يقول يسوع أحبوا بعضكم كما أنا والآب نحب بعضكم، كما أنا أحببتكم كونوا واحدا. هاي الوحدة اليوم احنا محتاجيها. الإنسان شلون يعيش الوحدة؟ إذا مع ذاته مع هاي الوحدة لا يفكر الوحدة مع الآخرين، لأن كلتنا احنا منقسمين على ذواتنا وبعيدين كل البعد عن قيامة يسوع وصعود يسوع. اليوم أخوتي رسالة يسوع واضحة جدا، إن لازم نعيش القيامة بفرح وسعادة حتى مثل ما استلم التلاميذ رسالة يسوع، هم احنا نستلم هاي الرسالة ونكملها بكل محبة وفرح وسعادة. آمين. متكش فينا وشالينا شمع مطيب وثاق، اشفع بيدي موهوثة رحمة وحنانة دا له وثاق، نهوي مرح وسايد حوبة عماق والشوقانة رح طاهن كل عانة مريثاق، دوت لاخ الطيب ورحمك ما رتفول روح القدس العلمي وبانا نقرع الاله انزميت الحي حسين طار والذم حسيانا صبي لو ما يكون وزيرة الروح شبع ضوداء ورمل كدر عصيد فرقا بصمي وير يا ولان فوري وذمي غير وزين كلهم قديشين
ربنا وإلهنا تضع هذه الأسرار المجيدة والمقدسة والمحية والإلهية على المذبح الغافر وتعد حتى ظهور ربنا ثانية من السماء له المجد الآن وإلى الأبد. يقبل هذا القربان بوجه مشرق وليتقدس بكلمات الله وبالروح القدس ليكون لنا الأمن والخلاص والحياة الأبدية في ملكوت السماء بنعمة المسيح. المجد للآب والابن والروح القدوس. نذكر على المذبح المقدس العذراء مريم أم الله. صلوا اليوم السلام في المسكونة. يقول الشعب كله آمين وآمين. ذكراك يا مار يوسف على المذبح المقدس مع الأبرار والصديقين والشهداء المكللين. أرغب وقد على رجائك جميع الموتى. ابعثهم يا رب في قيامتك المجيدة. نؤمن بإله واحد الآب الغامض الكل وخالق السماء والأرض وكل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله الحق من إله الحق مولود غير مخلوق مساوي لنا في الجوهر الذي على يدي صار كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس وولد من مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عوضنا في عهد بيلاطس البنطي تألق أمامنا ودفن وقام في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا سيأتي بمجده العظيم ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لمنه انقضاء ونؤمن بالروح القدس الرب المحي المنبثق من الآب والابن ومع الآب والابن يسجد له ويمجد ومعطب الأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية نقر ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الموتى والحياة الجديدة في العالم العديد آمين ليصلي السلام معنا صلوا لأجل آبائنا البطاركة والأساخفة وجميع الكهنة والشمامسة والفتيان والعذارى وكل الذين رقدوا وخرجوا من هذا العالم بالإيمان الحق ومن أجل المرحومين شعب مرياقو فهيمة مرياقو صخريا يوحنا تريزا يوحنا صامويل يوحنا بويا سمو عجمايا مرقس طيوة يوسف عوديشو جنفياف يوسف يوحنا عوديشو سارة كينا سامي أبو الصوف ومن أجل شفاء المرضى بثينة عوديشو آيفن ويليامز ومن أجل سلامة عائلة مرياقو وجميع أبائنا وإخوتنا وبنينا وبناتنا وجميع الرؤساء المؤمنين محب المسيح وجميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين هنا وفي كل مكان لكي يمنعنا الله الذي نصرهم بالقيامة من بين الأموات رجاء صالحا معهم ونصيبا وميراث الحياة في ملكوت السماء نسألك متضرعين أن تعبدنا لنخدمك بمحبة كاملة وإيمان حار. آمين بارك يا ونودي
أمتي تبادلوا السلام بمحبة المسيح. إشقلون طور إشلام العمى إشلام وشينا نسجل عمى وشينا العلمى شي حديث الفرقان الله الآب وشركة الروح القدس معنا جميعا الآن وإلى الأبد. آمين. ارفعوا أفكاركم إلى العلا. إليك يا إلهي إبراهيم وإسحاق ويعقوب أيها الملك يقرب القربان لله رب الكون يليق ويجيب السلام معنا. روحان شمشان نورا وروحة شمكم شبحي متكرم وقديشة وصراك روحان اصغط طماروس ومقروي امين برحمان تقطعين وشبحين تلاشى الغوقارين انا الهانا وعن كثيرين لغفران
قدرت طبيعتنا الضعيفة بمراحمك الفائضة. آمين بارك يا رب. كل عفرانك طيب واخد الواثن نسق لاخ تجبحت وقارة وثوديت وسفة هاشم وخلزوان والعالم علمي. بدل كل نعمة ياخذ بثلثة الأبد مات مريم طمانيثة وتطليب أحمر يوسف تكل بابا واتكين وزديقة دشباري قامو تكل نوية وشليحة تكل سحدة وموديانة. اقبله يا رب لأجل الكنيسة المقدسة الجامعة في كل مكان لأجل أبانا القديسين ما فرانسيس بابا روما ما لويس الباطريرك وأبائنا الأساقفة والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات. تقبله يا رب هذا القربان لأجل كل المحتاجين والمرضى والمتألمين وكل إخوتنا الراقدين الذين انتقلوا من بيننا. إيه نعم مارا ولها نقبل قربانا آدم بدل كل ليالي تقديم قمدف قديشة وبصار صلوات بداتي أنا حطايك قلبي جاوب مطلب ديش وقناية ومحاس اختياتيك. أقبله يا رب ليجل هذا البلد وسكانه وهذه المدينة وهذا البيت وجميع البيوت المشتركة معنا في هذه الذبيحة. صلهم بقدرتك من كل الأضرار والمصائب. أبعد عنهم الخوف والعنف وامنحنا أمنك وسلامك كل الأيام. أيها المسيح سلام السماويين وأمان البشر وطد الأمن والسلام على الأرض كلها في كنيستك المقدسة الجامعة. أرهل حروب وضع الشعوب الداعية إلى الشقاق والعنف فنعيش حياة هادئة وادعة بالنقاء والتقوى. ونحن أيضا يا رب هم أخنا يا مارا أوضخ محيلة وحلاش مشق يديوخ جميع بشمه قيمة وقام وعدان أدخ بلنا سبيت برونك كنت أخني بصيخ ورويزم شبوحي معلوية بتخارك أوضخ لرازة آذي رابة مسآنة وقديشة ومخيانة وآلهاية حشا موتك ورطة وقيمت مارا مخلصانا إيشو عمشيحا. كونوا هادئين وخاشعين وصلوا السلام معنا. آتي يا مارا روح القديسة ليأتي يا روحك القدوس ويسقط على قرباننا هذا ويبارك ويقدس غفرانا لذنوبنا وفتحا عن خطايانا ورجاء عظيم للقيام بين الأموات وحياة جديدة في ملكوت السماء مع جميع الذين أرضوك. بأفواه منطلقة ووجوه مشرقة. آمين بارك نحمدك على تدبيرك العظيم لنا ونمجدك دوما في بيعتك المفتدى بدم مسيحك الكريم الآن وإلى الأبد. آمين سلام مارا ولهم ريخ طموطا وسريوثا ريخ طاوة بس يموتا حبوخ مخللان مقاوي من شفتة دخطيثة يا شيفانة طاوة بلطلة بجالة إلا مغزالة سكرتا وكباصر بدارتا حاسل أجناو اخطياثا أنك يا دخلي وأني لك يا دخلي بنعمة توخ ورحمة ديوخ. آمين بارك مالاً تقربنا يا ربنا وإلهنا رحمتك من هذه الأسرار المجيدة المقدسة والمحية والإلهية
ونحن غير مستحقين. فقال نحن غير مستحقين. شو حصل؟ قروخ يا مارا بيمانو تحقاني شمو كبتني رازق تيشي قاصب حنينوثو كرشمو بمرحمانوثو بغرا ودمت مخيانا مارا ايشو عن شيحا شمت بابات رونا روح القدشا بسم الآب والابن والروح القدس إلى الأبد آمين. هاي شرشيمة بغرق قديشة دمم حسيانا ما رميشة عن شيحة شمت بابا برونا روح القدس وروح القدس معنا دراعيه
قبل بشال موتى دحداني شو تعبدون راسي مريا حصرت صاف الوقت عودي نقول لما لقيم بالطورين والبرقان لو شافها والحيد والعالم عني يا مريا حنينوسخ جناهن واختياثن مقادس سقواتن لنكون أهلا للوقوف دوما أمامك بقلوب نقية ووجوه مشرقة بالدالة التي وهبتها لنا برحمتك ندعوك كلنا قائلين أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفافنا اليوم واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجربة ولكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والتسبحة إلى أبد الأبدين آمين. أجل يا إلهنا وأبانا الفائض رحمة نطلب إليك مبتهلين يا رب يا رب لا تدعنا نسقط في التجربة لكن نجنا من الشرير وعوانه لأن لك الملك والقدرة والسلطان في السماء والأرض هاشم والخلزوان والعالم عمين هذا وقديشه
قدس أجسادنا بجسدك المقدس، واغفر ذنوبنا بدمك الكريم، وطهر ضمائرنا بحنانك أيها المسيح رجاؤنا إلى الأبد. موت طيبة المحيان مارة شمشيعة تشتمل برحمة عن كل العالم آمين آمين. الكنشدية آمين.
الذي حضر وتنعم بقوة هذه الأسرار المجيدة المقدسة المحية الإلهية وبعلامة الصليب الحي تكونون موسومين ومصونين من كل أذية خفية وظاهرة هاشا وخلصوان والعالم عالمين آمين. عيد مبارك، عيد صعود ربنا يسوع المسيح مبارك عليكم جميعا. والشمامسة شكرا جزيلا على حضور ومشاركتهم في هذه الذبيحة الإلهية مناسبة عيد صعود ربنا يسوع المسيح. وعيد مبارك للكل. إذا بريخة إذا سلاقة مارن أكو عادة يسووها أنه يرشون مي واحد على الآخر. عيد الرشاش ما اليوم، عيد الرشاش يصادف أول أحد من موسم الصيف. هالموسم إذا بعيد الصعود يستعملون مراجيح، يصعدون مراجيح أو حبال يتسلقون ترمز على صعود يسوع إلى السماء. فعيد مبارك. هالأيام مثل ما تشوفون عندنا احتفالات ومناسبات عيد الصعود، وراح بعد غدا راح يكون عندنا صلاة المساء وأيضا وقداس إلهي بمناسبة عيد مريم العذراء حافظة الزروع، ويصادف أيضا تذكار سلطانة مهدو وتذكر مار أثقل. فراح يكون عندنا نفس الساعة الوقت راح يكون عندنا صلاة وقداس. بس من اليوم تقريبا إلى يوم الاثنين راح نرجع معاكم إلى النقل المباشر على صلاة مذبحة الوردية مناسبة شهر مريمي. فهالأيام ما راح يكون عندنا إلى يوم الاثنين. عيد مبارك، وتكونون في حماية الرب يسوع دائما وأبدا آمين.